إذن بشأن التعذيب في السجون الحكومية والمطالبات القانونية والحقوقية بوقف التعذيب في السجون، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المحامية والناشطة الحقوقية علياء الحسني. أستاذة علياء، مرحبا بكم. يعني كما تعرفين هناك مطالبات من قانونيين وحقوقيين بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء حالة الفوضى وأيضا حالة التعذيب داخل السجون. بداية، ومع تزايد حالة التعذيب في السجون، هل بات التعذيب في السجون منهجيا أستاذ علياء؟ ألو، نعم، هل سمعتيني أستاذ علياء؟ أي نعم نعم، تفضلي. نعم. تفضلي. مساء الخير أستاذ. أهلا، مرحبا. الحقيقة إحنا ظاهرة التعذيب في السجون هي ظاهرة للأسف الشديد منتشرة في الدول العربية، لكن العراق على وجه الخصوص، باعتبار العراق موقع العديد من الاتفاقات الدولية التي تناهض التعذيب في السجون، ومن الدول التي تراقبها أو تراقب معتقلاتها المنظمات الدولية مثل هيومن رايتس والمنظمات الأخرى. لكن للأسف الشديد، من أكثر الدول التي يعني حسب التقارير اللي تابعها، أكثر الدول اللي فيها تعذيب بالسجون هي الموجودة عندنا في المعتقلات العراقية. للملاحظة، المعتقلات بالعراق سجون صورة عامة مشرفة عليها وزارة العدل، لكن الموقوفين يكونون تحت إشراف وزارة الداخلية. بداية التحقيق القضائي من الأوراق التحقيقية تحال إلى ضابط التحقيق بعد أن يهمش عليها القاضي، راح تذهب إلى وزارة الداخلية. لا. المشكلة وين الأساسية؟ بالتحقيق. يعني المعتقل يتعرض للتعذيب بطور التحقيق من القضية، مو بطور السجن. هو مين حكم بعد ماكو تعذيب؟ لكن في أثناء التحقيق، يعني يتم التعذيب أثناء التحقيق. طيب أستاذ علياء، أنتم كقانونيين طالبتم باتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء التعذيب داخل السجون، ما هو شكل هذه الإجراءات من وجهة نظركم؟ طبعا صراحة الكثير من المناشدات، لأن إحنا تعرف أنا هسه أحكي لك الصفة الشخصية، أنا كمحامية عندي كثير من الموقوفين الموكليني موقوفين، يمكن أطلع الفويزات اللي عندي من يشتكوا لي من طريقة التعذيب اللي يعني واجهوها بالمعتقلات، اللي واجهوها بطور التحقيق. يعني شيء ما يعني ما تشيل عقل صراحة. يعني أنواع التعذيب، بحيث أنه أحد الموقوفين اللي هو أحد موكليني يقول طلبت منهم أن يجيبوا لي الإفادة اللي يريدون أوقعها بدون ما هي يعني عدم صحتها طبعا. قلت لهم في سبيل أنه أخلص من التعذيب اللي شفته البارحة، شنو تردوني إفادة؟ انطوني أنا يعني أوقع على بياض. تخيل أنه أكثر من شخص يوقع على إفادة هو مو جاني، ما مسوى هاي الجرائم اللي دي وقع عليها في سبيل يفلت من التحقيق القاسي اللي دي يصير وياه. أستاذ علياء، هل تعتقدين أن هذه الإجراءات يعني ربما ستأخذ بها الحكومة والجهات القائمة على السجون في ظل سيطرة الأحزاب طبعا على القرار، ليس فقط السياسي ولكن على القرار القضائي أيضا في العراق؟ صراحة يعني أنا شفت أنه السيد وزير العدل الحالي خالد شواني، الرجل صار عنده أكثر من زيارة مفاجئة للمعتقلات، ولاحظ أنه يعني أكو خروقات بالسجون العراقية، ودائما الشكاوى اللي ترفعها المنظمات أو يرفعها الحقوقيين يتابعها. بنفس الوقت وزير الداخلية قبل فترة كان عنده زيارة مفاجئة لأحد مراكز الشرطة، ولاحظ هناك يعني أكو اختراقات كبيرة طبعا، وعاقب كل الموجودين بمركز الشرطة. هذه إذا تتكرر الحالة خصوصا بالمحافظات، يعني إحنا عندنا البصرة مثلا، أبسط مثال البصرة معروف عنها أنه المسيطرة عليها القوى العشائرية وغيرها والحزبية، يعني الدولة ضعيفة بالبصرة مثلا، هذا أبسط مثال، عكس الإقليم اللي هو الدولة مسيطرة عليه بشكل 100%. لو تصير يعني يد الدولة هناك تقوى، والوزير يكون عنده زيارات للمعتقلات بالبصرة، راح يشوف على العجب العجاب طبعا ناس مظلومة قاعدة بالسجون بسبب عداء شخصي مع أحد وكذا. هاي القصص. طيب هذا على السجون الحكومية، ماذا عن السجون خارج نطاق القانون؟ المقصود هنا أماكن الاحتجاز التي أنشأتها الأحزاب والميليشيات، وهي بطبيعة الحال لا تشرف عليها وزارة العدل. هل يمكن في هذه الأماكن الحد من التعذيب أستاذ علياء؟ هذه الأماكن أستاذ نقدر نسميها أماكن اختطاف، لأن اللي ما معتقل من الحكومة هذا مختطف. أستاذ علياء؟ نعم، الأماكن اللي ما مشرف عليها الحكومة، اللي مو تحت نطاق الحكومة، هذه مواقع نقدر نعتبرها مراكز اختطاف وليست مراكز اعتقال، لأن الاعتقال يكون بإشراف الحكومة، إشراف قانوني يعني. وبالتالي لا تستطيعون الوصول إلى أماكن الاحتجاز هذه أستاذ علياء؟
ما كان اختطاف، لان هذول اشخاص مخطوفين مو معتقلين. المعتقل بمذكره قبض يعتقل صادره من قاضي مختص. عبر الهاتف من بغداد المحاميه والناشطه الحقوقيه علياء الحسني، شكرا جزيلا لكم.